عندما دخلت إلى منطقة الجدحة لا أعلم إن في هناك الغام، وأنا ذاهب رايح عندي بضاعة للدكان، لقيت مخلوف من حقه، مخلوف من حقه حوادث، فانفجر الثاني على طول. أعاني من ظروف اللي أعيش بها، أنا أشكي على أسرة وعلى أسرة مكونة من 10 أفراد. أتمنى أن أقدر على إعالتهم وأن أمشي على كل خير. أتمنى من جميع الناس أن ينظروا إلينا في أي حالات وفي أي جهات، أن يبنونا أي حاجة في مستقبلنا، وأن نمر وأن نستمر في عملنا إن شاء الله.